صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل دعس طفلا فمات، وقيل له بأن عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، والسؤال: هل يوجد عتق رقبة في هذا الوقت الحاضر؟ حيث أخبرني بعض المشايخ أنه يوجد وقدرها 8000 ريال، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم شيئا من ذلك ولا أدري، ولكن إذا لم يوجد العتق ففيه الصيام، صيام شهرين متتابعين. نعم.